نحن اليوم موجودين بشارع ببيروت وجينا اليوم عشان نخلي كل العالم ترقص معنا وتنبسط. مبادرة اليوم كانت إنه نجرب نجذب أكثر عدد من العالم حتى يدبكوا معنا. هيدي المبادرة كتير مهمة اليوم لأن رقصة الدبكة بتتطلب عدد من العالم يجوا يمسكوا إيدين بعض وهن ما عارفانين مختلفين بالدين بالشكل بالبشرة بالجنسية. لما كنا عم نرقص دبكة أول شي كنا شوي مستحيين بعدين فتنا بالجو أكثر. يلا رقصوا. صاروا العالم يجوا يمسكوا ايدينا وندبك سوا بدون ما بيعرفوا مين نحن وشو اسمائنا ومنين جينا وهيدا الشيء مهم لانه قدرنا نتخطى كل الحواجز اللي توقف في وش العالم. والحواجز اللي عم نحكي عنها هي مثل الدين، مثل الجنسيه، مثل لون البشره، مثل العمر. هول الحواجز اوقات يخلونا نبعد عن العالم او نحكم عليها احكام خاطئه. خلال مبادرة اليوم نحن تخلينا عن كل هاي الحواجز واجتمعنا على رقصة الدبكة. العالم صارت تطلع علينا من بعيد وتصورنا بتلفوناتها. كتير حبيت التيتا اللي كانت معنا لأنه كتير كانت عم تحمس العالم ليجوا يرقصوا. في عالم أجانب كانت عم ترقص معنا بس ما كانوا فهمانين شي من شي ولا بيعرفوا شو الدبكة وكيف بيرقصوا دبكة. أهمية هالمبادرة اليوم إنه جمعت ناس مختلفين مع بعضها ورقصت هاي الدبكة. والحلو إن الناس كانت ماسكة إيدين بعضها ومبسوطين وعم يرقصوا وما كانت منتبهة لنقاط الاختلاف. كانت مبادرة اليوم كثير منيحة إنه العالم صارت تبتسم، البسمة صارت على وجوهها. حلو اليوم إنه نجمع العالم مع بعضها وتنبسط وتتسلى. حبيت كثير لما رقصنا معنا الصبي الصغير دبكة. في عالم كثير اجوا رقصوا معنا وشفتوا كانوا كثير مبسوطين. أنا كثير فرحان بهذه المبادرة معنا وشوابنا شوي وتعبنا تحت الشمس. دبكنا كثير اليوم و هيصنا وخلص النهار وانبسطنا بالمبادرة بدنا نرجع على البيت. نتمنى مثل ما جمعنا اليوم العالم على الدبكة يجتمع لأشياء غير حلوة كمان.